طيب ايضا عايز الناس عايزه تعرف اهم مميزات ريني فايلر واهم عيوب ريني فايلر. فايلر مدرب بيحب جدا الاسلوب الهجومي في شغله، مهاجم بطبعه، بيحب يهاجم، بيحب يلعب الكره الهجوميه وبيحب يسجل اهداف، وعشان كده في اندرلخت مع بعض جبنا اهداف كتيره، سجلنا اهداف كتيره ودخل فينا قليل. وفي اندرلخت في الاخر لما خدنا الدوري في اخر موسم كان افضل هجوم وافضل دفاع هو دفاع اندرلخت. دي فلسفته في الشغل، يحاول قدر الامكان نحقق في اسرع وقت، نخلق فرص قدام الجون ونترجمها لاهداف، ويبقى في ليك افضليه هجوميه على الفريق الخصم اللي بيلعب قدامك. دي فلسفته في الشغل. برضه فلسفته في حاجه معينه، بيحب يشتغل ان كل يوم يبقى في تغيير يعني تغيير كره القدم، يعني بتخضع لتغيير مستمر. يعني في اللخت بنلعب كوره كتيره، بنقل نقلات كتيره. لا تبص نهائي تشامبيونز ليج السنه دي اخر موسم اللي هو كان توتنهام وليفربول، لو هتحلل فنيا طريقه اللعب بتاعت الفرقتين هتلاقي الفرقتين بيشتغلوا يحاولوا قدر الامكان يخلقوا مساحات خلف المدافعين مدافعين الخصم، ودي كره القدم الحديثه، واحنا بنحاول نعمل ده في النادي الاهلي ان احنا نحاول نخلق مساحات ورا المدافعين ونحاول نهاجم. طب التوازن ده انا يعني المفروض اكمل كلامي في تاريخك وفي فايلر وكده، ولكن انا عايز اسال في النقطه دي تحديدا، التوازن اللي بيحصل ان احنا افضل هجوم وفي نفس الوقت افضل دفاع، التوازن ده بيحصل ازاي؟ هو موضوع احنا عندنا حاجه بسيطه بنطبقها في الملعب بالنسبه لنا مهم جدا خلال المباراه، ان احنا نلعب بشكل جماعي باسلوب جماعي. كل لاعب في الفريق سواء مهاجم او مدافع لازم يشتغل لزمايله، بمعنى يهاجم ويدافع، ولازم نعرف كل لعيبه يبقى عنده الخبره ازاي يقدر يدافع ويهاجم في نفس الوقت، ونحن نشتغل كلنا مع بعض هجوميا ودفاعيا كفريق متماسك. ده بتتمرن عليه وبتعملها في التمرين، وبعد كده في خلال المباريات بتيجي بشكل تلقائي. طيب هنرجع مرة تانية للمفاوضات، كيف تمت المفاوضات ما بين النادي الأهلي وديفيد سيزا؟ المفاوضات النادي الأهلي اتكلم مع فايلر، وقتها ريني فايلر كان في فرنسا، كلمني وبلغني وقال لي ان النادي الاهلي بيفاوضه. طب بالنسبه لنا الاهلي ما كانش نادي جديد، ما كانش نادي مش معروف، الكل عارفه النادي الاهلي معروف في الدنيا كلها. احنا وقتها بس الفتره دي قبل ما يجي لنا عرض الاهلي كنا مركزين في اوروبا، ان احنا نشوف عرض في اوروبا. كان عندنا عروض ممكن نروح في انديه كويسه في اوروبا، بس احنا نروح نادي نحقق فيه انجاز ونحقق فيه القاب ويكون معانا لعيبه كويسه، دي كانت المعايير اللي حاطينها. ولذلك طبعا احنا سعداء باختيارنا للنادي الاهلي، طبعا اختيار النادي الاهلي احنا جينا هنا عشان نكسب ونحقق القاب للنادي.